بطولة القارات. الهجوم الكولومبي، التوزيع في القائم الثاني، تختم الورتادو ثم يعود زميله السينوزا والتمس بسرعة. جوفاني هرنانديز باليمين، توزيع لوبيز وترجع للإكوادور، ثم بداية إيفان كوردوبا كابتن كولومبيا نحو دميلي في التمس مباشرة في التمس. على الرغم من المحافظة على نفس التشكيلة التي انطلقت في مباريات كوبا أمريكا، على الرغم من كل هذا ماتورانا لم يجد توازن فريقه في هذا اللقاء، وحال لعقة الهجوم كانت لمسة من دلغادو زميل والمهاجم، وتغطية من ماريو يبس، تدخل حاسم، بشرت ثمانية لاعبين بالتمام والكمال أساسيين مع كولومبيا في هذا اللقاء، ثمانية لاعبين يعني كانوا بتوزيع حاضرين في كوبا أمريكا، كوردوبا، لوبيز، يبس، بيدويا، موريلو، راميريز، إرلانديز، وأريستيزابال. تقريبا باعتبار انه موريلو ايضا، ايفان لوبيز المدافع، وراميريز رقم 17 هذا ثلاثي كان احتياطي في كوبا امريكا. نجم القوه 50% من كولومبيا الفائزه باللقب هي التي تواصل التصفيات حاليا، لكن لن تضر الاهداف، لن تضر الاهداف من الفريق المحلي. الاستزابل نحو لوبيز من جديد، هرنانديز، التوزيع من لوبيز فعلا، والمدافع دائما انطلاق الهجمه من الجهه اليمنى. جوفاني هرنانديز يحافظ على كورته، قلنا هو صانع العاب محرك الفريق او فالديراما الثاني. جوفاني هرنانديز رقم 8، بينما اول تغيير بالنسبه لفرانسيسكو ماتورانا يشاهد في ماوريتو مولينا رقم 13 يدعم الصفوف. ما كان شكون مولينا، لازم يكون لاعب وسط ميدان هو اللي غادر، بما انه مولينا مهاجم، قد يكون موريلو او حتى سيرنا. فعلا هو موريلو، فعلا اللاعب الكيل موريلو رقم 15 يغادر الميدان، يعود ماوريتيو مولينا. هي اسماء حديثة نوعا ما في مجموعة ماتورانا. نفس الشيء التغيير موالي بالنسبة للإكوادور، خوان فرانسيسكو وغيناغا يأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. 20 دقيقة مروا من زمن الشوط الثاني، غيناغا خذا مكان دوميز مباشرة في 6 أمتار. خطأ الركنية الأخيرة، وأيضا نقترب من انتصاف الشوط الثاني، وتأتي الدقائق الحاسمة. هذه هي الدقائق الحاسمة من هنا فصاعدا، أكيد كل هدف له وزن من ذهب في كسب المباريات، وأيضا في عملية التأهل إلى كأس العالم. قلنا قد تكون الأولى للإكوادور، قد تكون الأولى لمنتخب الإكوادور في حالة ترشحه إلى اليابان وكوريا،
وقد تكون الرابعة لكولومبيا، الرابعة بصفة متتالية. التوزيع إيفان لوبيز ومن اليمين متخرج كورتو ثم جيناغا على الكرة، راميريز مستميت لكن مقطوع على الإكوادور، يحاول يمر واللعب العنيف أصبح في الموعد من الجانبين. عملية المرور بالنسبة لإيديسون مانديز، التدخل باليسار فيه لعب خطير من خوان كارلوس راميريز. توزيع من تينوري، عملية الترويج ثم جيناغا يأتي من الوراء، فرصة هدف، فرصة هدف تضيع من أقدام ديلغادو. فعلا أوغوستين ديلغادو كاد يستغل كرة زميله جيناغا. حذاري من هذا المنتخب الإكوادوري، حذاري، لا ندري ماذا يمكن أن تخفي هذه التصفيات الأمريكية، لا ندري. ضربة جزاء، التنفيذ وترجع من الدفاع. من جديد امتلاك الكرة للإكوادور. أوبريغون وخط أمني تعود. بدايه كما جات دون تركيز. يصعد المنتخب الكولومبي دائما البحث عن انجيل وايضا ارسيزابال، ودائما الهجوم قياسيه وما زال اختار ابو انجيل باليمين. التسديد من ارسيزابال، التسديد غير مؤثرة، وبالاحرى اللاعب اللي دخل منذ دقائق ماوريسيو مورينيو، ارسيزابال كان على يساره ينجم يلتقط الكرة، لكن اللاعب ماوريسيو مورينيو خير التسديد وما كانش مؤثرة. تقريبا كل الكرات اللي تم تنفيذها من بعيد بالنسبه لكولومبيا لم تكن في المرمى. عامل الضغط موجود وواضح بالنسبه للاعبين المحليين، يعني فما خلط بين السرعه والتسرع. تقريبا اربع تسويبات في ظرف ساعه الى حد الان او اكثر شويه، أربعة تسديدات لم تجد طريق المرمى، أغلبها من أقدام أرسيزابال، الأخيرة من مولينا بعد هزيمته الأخيرة في الجولة الخامسة أياب على أرضية ميدانه في نفس هذا الملعب في بوغوتا أمام المنتخب البيروفي، هدفين لصفر. بعد الهزيمة الأخيرة المنتخب الكولومبي أصبح دون حلول في ملعب العاصمة، كما قلت على الرغم من كوبا أمريكا سعيدة جدا، لكن كل مسابقة وحقيقتها أكيد هي كرة قدم لا تعترف بالأرقام. كل لقاء وجب التركيز خلاله من أجل تحقيق النتائج الوردية. حاليا 0-0، طبيعي المتعة في إحراز الأهداف وليست كثيرة هذه الأهداف في لقاء اليوم. إيفان كوردوفا حافظ على كورتو، يمشي لليسار رويدا رويدا، بيدويا ثم زميله سيرنا، من جديد بيدويا، والضغط الكولومبي يتقدم، وفابلو انجيل على التوزيع،
والمدافع اسبينوزا غريبة، توزيع كان ضعيف. يغادر المرمى وينفذ التماس الحارس أوسكار كوردوبا. لوبيز يسارية ثم إلى الوراء، إيفان كوردوبا مدافعين ترمينانو وطويلة طويلة ياسر، والتماس للإكوادور يذهب دي لا كروز ينفذ بسرعة، اضطراب شديد على مستوى تنظيم الهجوم الكولومبي، وننتظر توزيع فرصة هدف. وان بابلو انجيلو قبل الحارس خوزي سيفالوس موجود على كل الكرات، موجود على كل الكرات من غير ما يقدم لقاء عظيم جدا الحارس سيفالوس. 5-5 بالنسبة لي لحد الآن. كرات رجحها في الشوط الأول، نفس الشيء في الفترة الثانية، التسديد، وهذا حارس آخر هو أوسكار كوردوبا. تصيبة كانت ضعيفة من أوغوستين ديلغادو، وكاد يباغت المنتخب الإكوادوري، وحذاري حذاري من كولومبيا، حذاري من المنتخب صاحب الأرض اللي مازال ما قالش كلمته الأخرى أكيد. واحد فيه جيرونا جيناغا، والمخالفة ضد المدافع الكولومبي. صفر 70 تكون خلع. دائما 0-0 كولومبيا والإكوادور. المنتخب الكولومبي اللي جدير بالملاحظة انطلق في هذه التصفيات بسرعة قصوى، 5 نقاط في 3 مقابلات حققهم المنتخب الكولومبي في الجولات الثلاثة الأولى، وفي المجموع هما 8 نقاط. إذا كان نكمل معكم ملاحظة الأرقام، 8 نقاط في المباريات الخمسة الأولى، يعني 2 انتصارات و2 تعادلات وهزيمة واحدة. هذه حاسمة كولومبيا في الجولات الخمسة الأولى، وكانت أمام فرق عتيدة، تعادل أمام البرازيل، انتصار أمام البيرو، انتصار ضد فنزويلا، تعادل أيضا في بوليفيا. على كل حال الحصيلة كانت في البدء طيبة جدا. قلنا على مستوى الجولة الخامسة 8 نقاط حصل عليهم هذا المنتخب الكولومبي في 5 مباريات. بعد هذا الأمور صعبة نوعا ما، وتدارك كان انطلاقا من المرحلة الثانية، مرحلة الإياب، لكن الأهم هو الذي سيأتي في هذه التصفيات، الأهم هو القادم، يعني انطلاقا من الجولة المقبلة، الجولة 7 إياب. تنفيذ التماس يمشي بالكرة.